السلام عليكم. دلوقتي في أداة جوه الماجيك كات اسمها ماجيك كات سبورت هانجر S&H. دي بتلاقي فيها أدوات كتير جدا زي ما انت شايف. تقدر تقول له مثلا عايز الحاجة بالشكل دوت، تمام، وتقول له فينيش، فيبدأ بيتكون بشكل الهانجر أو سبورت اللي انت عايزه، تمام. عايز جنرال، عايز حاجة معينة، هتقدر تختار اللي انت عايزه. هو يوريها لك في 3D، يوريها لك في 2D زي ما انت عايز، والنورمال الاشكال بتاعته نيجاتيف ولا بوزيتيف، والديستنس قد ايه، كل المعلومات اللي انت عايزها، وتقول له اوكي يبدا يعمل لك الهانجر. في حاجات بقى لو انت عايز تصنعه على الحيطه، لو انت عايز هو هيبقى على الارض، كل الاماكن، كل الحاجات اللي تفكر فيها موجوده. ممكن تقول له مثلا طب اعمل لي المسار كله، مش واحده بس. ممكن تقول له ده انا عندي اكتر من حاجه فوق بعض، فاعمل لهم المالتي، فبيقول لي دور لي على ضغط تاني يكون في ايه. طيب خلينا نقول له مثلا دوت كوبي، ناخده جنبي، والضغط دوت طيب ممكن عشان ننسخه هقول له خلي كده كوبي، واديله align to same place، ودي هقول له خلي الارتفاع مثلا 3500، بالشكل دوت. وتعال نشوف بقى الهانجر هنختاره ايه. ممكن تقول له اهوت تمام، في اشكال كثيره هيت بالشكل ده مثلا، تقول له اوكي. هنيجي هنا نقول له بقى السام بارت، هنا تبدا تختار اللي انت عايزه. فهيبدا يعمل لك السبورت. فيظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تقول له اكتر من عمود جنب بعض، فيبدا برضه يعملهم لك اهو. تقول له فينش، فيبدا يسالك على الحاجات التفصيليه بتاعت السبورت والهانجر اهو. تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، تقدر تختار المقاس اللي انت عايزه، التفاصيل اللي انت عايزها، وبتشوفها 2D و3D والامثله اللي موجوده، وتقدر تحدد السبورت ايه زي ما انت عايز بالشكل دوت. تقدر تقول له كوفي اوكي. طيب الكروس برضو عايز نحدده له، اقول له اوكي، فيبدا يحط لي السبورت بالشكل دوت. هتلاقي سبورت ظهر لك بالشكل دوت، وتقدر في لحظه تعمل كوبي، تقدر تعمل منه ديليت، تقدر تعمل منه اري، تقدر تعمل منه ابديتد. لو في حصل تعديل في الضغطات تقدر تعمل ابديت، تقدر تعمل الاي اف سي اكسشينجر، تقدر تصدر دي سي اف، تقدر تعرف عدد السبورتات والهناجر قد ايه بيعت، تمام. ديتيل ريبورت اوكي، كل التصديرات، فتقدر اعمل لك بيلف ماتريال للحاجات دي. فما شاء الله في امكانيات كويسه جدا، ومتخصص هو في الحاجات الخاصه بالكهروميكانيكال، فان شاء الله يعجبكم البرنامج.